نعم. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للاستخارة، هل هي للشخص نفسه وهل من الممكن أن أستخير لأخي، وما طريقة الاستخارة؟ لا. الاستخارة للشخص، ما لا يستخير لغيره، إنما يستخير لنفسه إذا هم بالأمر وأشكل عليه هل يمضي فيها أو لا يمضي، إنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدها بدعاء الاستخارة لنفسه لا لغيره. نعم.